القافلة الطبية المجانية التي أقامتها منظمة الإنسانية أولا بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والتضامن الوطني ستنفذ عمليات جراحية مختلفة، منها علاج أمراض القلب والمسالك البولية وأمراض العيون لتخفيف معاناة المصابين بهذه الأمراض. هذه المنظمة تخدم في أفريقيا خاصة، وكما شفتم ورأيتم اليوم بفضل الله تعالى عملنا هنا في هذا المستشفى منظمة ضربات القلب، وإن شاء الله بعد يومين نبدأ جراحة الصاد أيضا إن شاء الله بإذن الله تعالى. مديرة التعاون الصحي بالوزارة أمرشتين النجيب سنوسي ثمنت عاليا جهود المنظمة على دعمها لتعزيز خدمات الرعاية الصحية. ده مشروع انترناسيونال، وده تاني مرة هم مجوا في تشاد عشان يساعدونا في مشروع إيمانيتير في كادرنا سانتي. دونك نشكرهم كثير بكاليتي ان تانكي ريبريزنتانت انا ديجا ماني مينيستر هنا مينيستر انا سانتي بيبليك، نشكرهم كثير. منظمة الإنسانية أولا هي منظمة عالمية تعمل في مجالات الأعمال الإنسانية وخاصة في مجال الصحة والتعليم.